هل تعلمون من هذا الذي يجمع القمامة؟ إنه بلدوزر الإصلاح جون بومبي ماغوفولي، رئيس تنزانيا، قاهر الفساد والرشوة في بلاده، حاصل على الدكتوراه في الكيمياء، وبدأ كأستاذ في الثانوية بعد انتخابه في أكتوبر عام 2015. أقال ماغوفولي عدة مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز في السكك الحديدية ورئيس هيئة المواني، في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد. ماغوفولي قام بطرد 10,000 موظف بسبب التزوير، وأوقف الاحتفالات الرسمية في يوم الاستقلال لكي لا تخسر الدولة أي مصاريف، وحول هذه المصاريف لمحاربة وباء الكوليرا في بلاده آنذاك. قلل ماغوفولي عدد الوزراء من 30 وزير في الحكومة إلى 19 وزير، وطلب من جميع الوزراء الكشف على أرصدتهم وممتلكاتهم، وهدد بإقالة أي وزير لا يكشف على حسابه أو لا يوقع على تعهد بالنزاهة. جون بومبي ماغوفولي منع جميع سفريات المسؤولين للخارج بغير ترخيص مباشر منه، حيث يرى في نظره أن هؤلاء المسؤولين عليهم أن يهتموا بالمشاكل الداخلية للبلاد، أما السفراء فعليهم أن يهتموا بعملهم في الخارج باعتبارهم ممثل البلاد في الخارج، كما منع المسؤولين في الحكومة من السفر في كراسي الدرجة الأولى في الطائرات، ومنع اللقاءات والندوات الحكومية التي تقام في الفنادق. وفي لقاء جلسات الكومنولوث أرسل 4 من المسؤولين فقط ليمثلوا البلاد، بدلاً من 50 شخص كانوا جاهزين للسفر. وفي زيارة مفاجئة قام بها للمستشفى الرئيسي في الدولة، وجد المرضى يفترشون الأرض، ووجد أيضاً الأجهزة الطبية متعطلة، فقام بعزل جميع المسؤولين في المستشفى، وأعطى مهلة أسبوعين للإدارة الجديدة. لكن وفي خلال 3 أيام فقط أصلحوا كل شيء. عمل ماغوفولي على تقليص ميزانية حفل افتتاح البرلمان الجديد من 100,000 دولار إلى 7,000 دولار، وحول هذه المبالغ لتكملة نواقص المعدات الصحية بالمستشفى الرئيسي بالبلاد. أرسل ماغوفولي رئيس وزرائه في تفتيش مفاجئ لميناء دار السلام، واكتشف وجود تجاوزات ضريبية واختلاسات بلغت 40 مليون دولار من العائدات، فأمر باعتقال رئيس الديوان في تنزانيا مع 5 من كبار مساعديه، وبدأ تحقيق جنائي معهم. أمر ماغوفولي بجمع العربات الفارهة التابعة للدولة وباعها في المزاد العلني، وعوضهم بسيارات تويوتا فيتز. تمت تسمية ماغوفولي بالبلدوزر أو جرافة الفساد، حيث كان همه الشاغل اجتثاث ومحاربة الفساد في تنزانيا من اليوم الأول في السلطة، كما وعد في الحملة الانتخابية بدون أن يقول عفى الله عما سلف.